بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. قبل بداية هذا العرس الرياضي والذي هو في شأن حفل توقيع كتاب فن البونسي بين التنظير والتطبيق، ارتأيت أن أعرف المشاهد الكريم على تجربة فريدة من نوعها خضتها مع أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي على إثرها هيئت هذه الصور التي توضح بجلاء الحالات المختلفة لهذه الفئة التي في الحقيقة تستحق كل التنويه والتشجيع والتقدير والاحترام لما تتميز به وتتصف به من خصال حميدة وأخلاق عالية ومستوى تقني راقي في رياضة التايكوندو. الحالة الأولى، السيد محمد عزيماني، شخص كفيف، فرغم إعاقته البصرية فهو استطاع يبين على إمكانيات كبيرة في رياضة التايكواندو، حيث شارك في عدة ملتقيات جهوية ووطنية، وكان بينها العرض المميز اللي قدموه أمام أنظار صاحب السمو الملكي الأمير بن رشيد وصاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء الصلح. فكانت المناسبة هي توزيع كؤوس العرش على الأشخاص المكفوفين في عدة رياضات، وكان المكان هو المنطقة العلوية للمكفوفين بمدينة الرباط. فميزة السيد عزيماني محمد هي الدقة في الحركات والقوة العضلية اللي كتخليه ينفذ تقنيات البومسي بفعالية، إضافة إلى الاندفاع البدني الذي يبديه أثناء تنفيذ تقنيات فن الدفاع عن النفس. الحالة الثانية، السيد فيصل الحساني، إعاقة حركية، فعلى إثر حادثة شغل بوترت يده اليسرى، فكانت رياضة التايكواندو سببا باش أنه يخرج من العزلة اللي كان كيعاني منها. فهو حامل الحزام الأسود الدرجة الأولى ومؤهل للحزام الأسود الدرجة الثانية، شارك في عدة تظاهرات جهوية ووطنية، فنال إعجاب الجمهور المملكة المغربية وجمهور الجالية الكورية المقيمة بالمغرب. فميزة السيد الحسيني فيصل هي أنه دائما كيخوض التدريب ديالو بجدية وبحماس، إضافة إلى السرعة الفائقة التي يظهرها أثناء تنفيذ فنيات التكسير وفنيات الدفاع عن النفس. فالحالة الثالثة، السيد زهار عادل، إعاقة ذهنية، فرغم الإعاقة ديالو الدينية فهو استطاع يفرض الوجود ديالو، حيث عنده واحد الشعبية كبيرة في أوساط أسرة رياضة التايكواندو، إضافة إلى أنه مؤهل للحزام الأسود الدرجة الثانية، شارك في عدة بطولات جهوية ووطنية في فن الكيروغي أي المباراة. فكثير من المرات الأم ديالو صرحت ليا بأن رياضة التايكواندو كانت سبب باش أن الإبن ديالها تحسن الحالة ديالو الصحية، سواء من الناحية الجسمية أو النفسية. فميزة السيد زهار عادل هو دائما يعني التحدي في مواجهة مشاهير وأبطال العالم في رياضة التايكواندو، ومن بينهم أبطال المنتخب الوطني المغربي. الحالة الرابعة، السيد عبد النور الفوديني، إعاقة حركية، فهو تخلاق والذراعين ديالو مبتورين، فرضى بالقضاء وقدر الله عز وجل، واستطاع يوظف الأرجل ديالو مهارة عالية في قضاء مصالحه وأغراضه اليومية. فهو مؤهل لنيل الحزام الأسود الدرجة الثانية، يتوفر على مستوى تقني ممتاز في رياضة التايكواندو، عضو نشيط في جمعية إسماعيلي جوج، كما أنه هذه السنة عازم على تحقيق شهادة إجازة في شعبة الدراسات الفرنسية، وحظي أيضا بالمثول أمام يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وحفظه. فميزة السيد عبد النور الفوديني هي الدقة المحسوبة والسرعة الكبيرة والقوة البدنية التي تؤهله إلى تأدية فنون التايكواندو بمستوى عالي جدا. فهذه العناصر مجتمعة شاركت في الأيام الثقافية الكورية واليوم الثقافي المغربي الكوري، وأبانت عن مستوى تقني طيب، كما حصلت على الرتبة الثالثة في البطولة الوطنية الأولى للعروض فئة الفرق، رغم مشاركتها مع أبطال أسوية من أندية عتيدة. واليوم ستكون حاضرة بقوة
في هذا الحفل. وفي نطاق استغلال الرياضة لتحقيق أهداف إنسانية، عملت على مساعدة مجموعة من الأشخاص للتغلب على الإعاقة عن طريق التمارين الرياضية. فأتوجه بالشكر الجزيل لجميع عناصر جمعية الإسماعيلي جوج لرياضة التايكواندو، التي ضحت بالكثير لمدة 6 أشهر من أجل تهيئ وإعداد هذا العرض الرائع، والذي من خلاله عملت هذه العناصر على إيصال رسالة واضحة للجمهور الذي حضر هذا الحفل، بأن الإنسان المعاق قادر على أن يثبت وجوده، بأن الإنسان المعاق قادر على أن يبدع في المجال الرياضي، وبأن الإنسان المعاق قادر على أن يعيش حياة كريمة كباقي الناس الآخرين. كما أتوجه بتحية تقدير واحترام للجمهور الرياضي الذي أبان على مستوى حضاري راقي، حيث صفق بحرارة وشجع بحماس كل المشاركين في هذا الحفل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تنهني هذا الشاب الطموح البطل والأستاذ العزيز عزيز إسماعيلي اللي بدأ بهذه المبادرة، واللي هي المرة الثانية تألف كتاب من الكتب الكبار اللي قليلين في العالم باش يصيب هذا الكتاب، مجهود كبير بزاف اللي تنهنيه وتهني حتى الأعضاء ديال المكتب الجامعي على هذا العمل، لأن ساهم في التوعية ديال هذا الرياضة وكيفاش الناس خصها تلقن هذا الرياضة وكيفاش الناس خصها تعرف الحركة ديال البومسي، واللي قليلة عالميا لأن هذه أول مرة تتصدر بالعربية. فلهذا هنيئا لهذا الأستاذ وتنطلب ليه التوفيق والنجاح في العمل دياله. 태권도는 신체를 단련하고 정신 수양에 좋은 한국의 전통 무술입니다. 이 책은 무슈 아지즈가 집필한 책으로 태권도의 품새와 순서를 정확하게 기록했습니다. 여러분의 태권도 연습에 아주 좋은 도움이 되리라고 생각합니다. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، في بداية هذا العرس الرياضي البهيج، تقدم الأستاذ الإسماعيلي عزيز بتقديم بعض الشروحات للسيد نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو والوفد المرافق له حول مسيرته الرياضية الحافلة بالعطاءات والألقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. والآن مع كلمة الأستاذ إسماعيل حسن المدير التقني والناخب الوطني. لا يخفى عليكم إخواني أخواتي أن هذا حفل توقيع كتاب الأستاذ إسماعيل عزيز الإطار الوطني والدولي يصادف مناسبة غالية وعزيزة، وهي مناسبة ازدياد الميمون لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة
أتشرف أصالة عن نفسي ونيابة عن باقي أعضاء مكتب عصبة الوسط الجنوبي وعن كذلك رؤساء ومدربي الجمعيات التابعة لها، وأيضاً عن الآباء والأولياء والممارسين والأبطال والبطلات وكذلك الحكام وجميع الفعاليات والمهتمين والمحبين، بأن أتقدم أو بتقديم أغلى التحيات وأطيب المتمنيات للسدة العالية بالله. راجيا من الباري تعالى أن يقر عين جلالته بسموها وأن يحيطها برعايته المحفوفة وأن يمدها بطول العمر وأن يحفظ سمو الأمير ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن وباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع الدعاء. بداية أرحب بجميع الحضور وفي مقدمتهم الأستاذ القدير الأستاذ حاج يوسف عبقري أحمد نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو ورئيس عصبة الوسط الشمالي، ثم كذلك باقي أعضاء المكتب الجامعي الأستاذ بن علي يوسف وأيضا الأستاذ جمال الحداد، إضافة أيضا إلى الأستاذ المير ممثل المجلس البلدي لمدينة مكناس، ثم الأستاذ عزيز ممثل كتابة الدولة المكلفة بالشباب. بعد هذه الكلمة الافتتاحية للأستاذ إسماعيل حسن، يتقدم الآن الأستاذ إسماعيل عزيز للإدلاء بكلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. بداية أرحب بالحضور الكريم، أرحب بالضيوف الكرام، أشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إعداد وإنجاح حفل توقيع كتاب فن البومسي بين التنظير والتطبيق، وأخص بالذكر كل الأعضاء المسؤولين عن الجماعة الحضرية لمدينة مكناس، خاصة السيد الفاضل الأستاذ المير عبدالله. فرصة سانحة لأشكر السيد المحترم الأستاذ إدريس الهلالي رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة التايكواندو على الخدمات الجليلة التي قدمها للتايكواندو الوطني، والتي من خلالها أصبح التايكواندو المغربي يتبوأ مرتبة متقدمة من بين الدول الرائدة التي لها صيت وباع في هذه الرياضة الأولمبية. فمعذرة على استعمال بعض الجمل باللغة الفرنسية، وذلك قصد الترحيب بممثلتي الوكالة الكورية الدولية للتعاون. Heureux aussi de la présence des représentantes de l'Agence coréenne internationale de coopération. Je profite de cette occasion pour remercier l'Agence et la Fédération royale marocaine de taekwondo pour la solidarité et le soutien qu'ils m'ont offert afin de participer à un stage international à Séoul, la capitale coréenne, le 23 novembre jusqu'au 6 décembre. Et j'accueille de même les deux représentantes de l'Agence coréenne internationale de coopération, Mademoiselle Hyun Min Kim et Madame Hanna Koo. شكر خاص كذلك لجميع فعاليات رياضة التايكواندو لعصبة الوسط الجنوبي، سواء أعضاء أو مسؤولين أو مدربين أو حكام أو ممارسين، على المجهودات التي بذلوها حتى يمر هذا الحفل في جو رياضي بديع. سعيد كذلك بوجود معنا قيدوم رياضة التايكواندو بالمغرب الإطارين الكبيرين الأستاذ نور الدين الخالقي وكذا الأستاذ أحمد عبقري اليوسفي. كما أرحب بالحكم الدولي والأولمبي الأستاذ يوسف بن علي. سعداء كذلك بوجود معنا السادة رؤساء العصب المحترمين، وأشد بحرارة على أيدي الأطر الوطنية سواء مدربين أو حكام، وهذه مناسبة لأتوجه لهم بالشكر الجزيل
على التضحيات التي يبذلونها من أجل تربية وتأهيل جيل صالح لبلدنا العزيز المملكة المغربية. تحية تقدير واحترام. فقبل ذلك حظ سعيد للأبطال والبطلات الموجودين معنا ومشوار موفق في مسيرتهم الدراسية والمهنية. تحية تقدير واحترام للسادة الأساتذة الذي تلقيت على أيديهم فن رياضة التايكواندو، فكانت البداية مع الأستاذ الموجه إسماعيل مصطفى، ثم الأستاذ المقتدر المرنسي محمد.